في شمال افريقيا، تونس والمغرب كلهم جايبين ميداليات اعلى مننا بكثير. معلش هقطع معايا الكلام واقول لجمهورنا فاز النادي الاهلي الحمد لله على نادي الاتحاد السكندري 78-73 في مباراه صعبه جدا. نادي الاتحاد السكندري نادي محترم في كره السله، لكن اولادنا بجد النهارده ابدعوا وتالقوا والحمد لله الوصول الى نهائي البطوله العربيه لكره السله. نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله التتويج بالبطوله وبدايه مشوار وتاريخ حافل باذن الله لكره السله في النادي الاهلي بالبطوله. استاذ دعاء اتفضلي بقى، عشان بس كنت لازم تعرفي، لازم طبعا لازم اقول للجمهور الكلام ده مهم. مباراه صعبه جدا الحقيقه، وزي ما كان حسام لسه بيقول لي قبلها، دي مباراه كان المفروض تبقى نهائيه. مباراه حلوه جدا والحمد لله الاهلي فاز، مبروك للنادي الاهلي طبعا فيه. وان شاء الله النهائي يكون اهلاوي باذن الله. يا رب باذن الله نتمناه. صحيح، مبارك طبعا للنادي الاهلي، مبروك. مباراه مهمه جدا مع الاتحاد، اتحاد طبعا يعني انا قلت مباراه من الكلاسيكيات في كره السله المصريه. مباراه قويه جدا، كابتن احمد مرعي كمان هو مدرب منتخب مصر طبعا. الاهلي عنده مباراه مهمه جدا في النهائي بكره مع الكويت الكويتي، عمل مباراه النهارده مع الزهراء التونسي وكسب فرق 3 نقط 83-80، فانا شايف ان المباراه هتكون قويه للنادي الاهلي، لكن الافضليه هتكون للنادي الاهلي في النهائي بكره، وان شاء الله النادي الاهلي يحقق اول لقب في البطوله العربيه في تاريخه بكره ان شاء الله. يا رب باذن الله. هكمل معاك يا استاذ دعاء لتقييم طوكيو